كقاعدة عامة ايش بحط دائما انه الانبوت ريزيستنس تكون لدائرة عادي اذا في عندي هون راح يكون ار انبوت وفي عندي هون حطها انا بعرفش ارسمها سهم مناسب بس بنقول ار انبوت اي جهاز بحطه حتى اعمل فيه امبليفيكيشن ما بدي اياه يعمل لودينج على الستيج اللي قبلها مظبوط ولا بده يصير في فولتج دروب لما يزود الستيج اللي بعدها اذا احنا ايديالك بعالم مثالي ايش بدنا تكون الانبوت ريزيستنس لاي جهاز بدنا اياها تكون انفينيتي يعني بدنا ار اي ايديالي بدنا اياها تروح لانفينيتي وار اوت بدنا اياها ايديالي تروح ل زيرو اذا هذا الايديال اذا الايديال ابلكيشن او الايديال فاليوز انها تكون ار انبوت انفينيتي وار اوتبوت لانه ما بدي اعمل سيستم لود سيستم لودينج معناها انه انا اذا بحاول اقرا سيجنال باثر على السيجنال الاصليه باثر على السورس الاصلي واحنا ما بدنا نعمل هيك احنا بدنا نحاول لما نقرا سيجنال ايش يصير ما بدي اثر على السنسر اللي بعطيني السيجنال ما بدي اسحب منه كرنت بدي احاول انسخ السيجنال بدون ما اسحب منها كرنت وحتى اعمل هيك ايش لازم تكون انبوت ريزيستنس عالي جدا اذا السيستم لودينج عشان ما يصيرش في عندي سيستم لودينج بدي ار انبوت تكون عالي جدا في الواقع الانبوت ريزيستنس بالرينج يعني هي ار اي إذا بدنا نحط هون ايديال احنا بدنا اياها انفينيتي بس من ناحيه واقعيه الرينج تبعها من حوالي 10 تو ذا 5 الى 10 تو ذا 7 ار اوت ايديال بدنا اياها 0 من ناحيه واقعيه الاوتبوت ريزيستنس حوالي من 5 اوم ل 4 كيلو اوم في عندنا شيء اسمه الباندويث الباندويث هو ايش الفريكونسيز اللي ممكن انه يمررها هذا الجهاز الفريكونسي شو يعني ايش معناها ايش يعني باندويث جهاز فيه له باندويث تمام يعني مثلا لو اجينا اطلعنا على ديفايس والديفايس هاي فيه لها انبوت وفيه لها اوتبوت لو اجيت حطيت عليها ساين ويف هون والساين ويف هاي لها 1 كيلو هرتز والبيك تو بيك مثلا 1 او 10 ميلي فولتس بيك تو بيك في عالم مثالي ايش بدي الاوتبوت يكون نفس هو الفريكوينسي راح تطلع نفسها اذا سيستم لينير مش هيك هاي فيش فيها مشكله كبيره بس ايش المشكله بالبيك اذا بدي الجين يكون واحد يعني بدي يطلع معي كمان 10 ميلي فولت بيك تو بيك والفيز ما يتغير اذا في فيز كمان لانه في دوائر ممكن تغير الفيز فما بدي يصير في تغير على الفيز تبعت هاي السيجنال ولا بدي يصير في تغير على الامبليتيود اذا هذا السيستم معناها هون هذا هاي الدائره مررت هاي السيجنال امتى بتبدا تصير عندي المشاكل لو مثلا رفعت الفريكونسي هون والفريكونسي هون صارت 1 ميجا هرتز وعند ال1 ميجا هرتز كانت لسه الانبوت 10 ميلي فولت بيك تو بيك والفيز انجل نفترض انها كانت 0 سميناها 0 ديجريز لما جيت راقبت الاوتبوت ايش لقيت وجدت انه بدل ما يطلع معي 10 ملي فولت بيك تو بيك طلع معي 1 ملي فولت بيك تو بيك معناها هاي الدائره ايش عم تعمل عم تعمل اتينيويشن للهاي فريكوينسيز مزبوط اذا خربت السيجنال عندي هون اذا الباندويث تبع هذا الجهاز محدود ويمكن لو اجيت جربت مثلا 100 كي الاقي انه السيجنال تطلع بدل 10 دخلت 10 ملي فولت تطلع 3 ملي فولت ماشي واضح اذا هذه الدائره عمالها بتاثر على ديفرنت فريكوينسيز ديفرنتلي اذا الباندويث تبعها محدود وإذا بتتذكروا البودي بلوت أخذتوا البودي بلوت ممكن أعمل بودي بلوت لأي دائرة أو لأي تو بورت نتورك هذا بنسميه تو بورت نتورك لأنه في له إنبوت بورت وفي له أوتبوت بورت إذا أجيت قارنت الإنبوت بورت مع الأوتبوت بورت أجينست فريكونسي والفريكونسي ممكن أحطها طبعا بالهرتز وممكن أحطها راديانز بير سكند ممكن تكون وحدة تبعتها هرتز أو راديان بير سكند هذا السكيل إيش راح يكون؟ لا سكيل اللي تحت هذا ايش لازم يكون لينير ولا لوغاريتمي اذا عملته لينير ممكن اعمله لينير بس ايش المشكله بتصير ما بقدر احط رينج بدي احط يمكن احط هون مثلا 100 هرتز او ايش بعمله ليش بحط لوغاريتميك عشان اقدر احط فريكونسيز كثيره فممكن ابدا هون مثلا زي ما عملنا قبل شوي ابدا من 1 هرتز لو كانت الوحدات هرتز 10 هرتز 100 هرتز 1000 10,000 بعدين هون راح احاول احطها 1 تايمز 10 تو ذا 6 تايمز 10 تو ذا 5 100 كيلو هرتز وبعدين هون 1
تايمز 10 تو ذا 6 ميجا هرتز، وحتى هون صار عندي 10 ميجا هرتز. شايفين قديش قدرت اقارن؟ هلا ايش عمالي بقول؟ لو هذا عماله بمرر اللو فريكونسيز بسهوله وبعمل اتنيويشن للهاي فريكونسيز، ايش بعتبره هذا؟ كانه بيشتغل زي لو باس فلتر. فاذا كان هون عندي هذا 0 دي بي، شو يعني 0 دي بي؟ يعني السيجنال اللي بتطلع زيرو. ايش يعني 0 دي بي؟ يعني نفس السيجنال. تمام، اذا السيجنال هي نفسها 0 دي بي، يعني الجين واحد. ايش لوج الواحد؟ زيرو. فلما نقول 0 دي بي معناها الانبوت هو نفسه اللي بيطلع من ناحيه الجين. طبعا لسه ما بعرفش شيء عن الفيز، ما حكينا شيء عن الفيز. فالجين، ولو فرضنا هذا السيستم مثلا الكت اوف فريكونسي تبعته كانت 10 كيلو هرتز، راح الاقي في عندي خط. ليش هذا الخط صار خط مستقيم؟ مين حكاها قبل شوي؟ لما اخذنا للدي بيز هذا الخط مستقيم، لما حولناها لدي بيز هذا الخط صار ينزل نزول بخط مستقيم. وعندي هون راح يصير، اذا هذا بيمثل لي شكل ايش؟ ايش عم بيصير هون؟ اتنيويشن. الاتنيويشن، طب هذا اذا 0 دي بي قديش راح تكون السكيلز اللي هون؟ ماينس، مش هيك؟ شو يعني ماينس؟ يعني بضربه في ماينس، يعني السيجنال تضرب بوزيتيف تطلع نيجاتيف. انت تفكيرك كلك تغيره لما تصير تفكر باللوج. شو بتحول الماينس؟ الماينس عباره عن ايش؟ اتنيويشن. والبلس عباره عن امبليفيكيشن، والزيرو عباره عن الانبوت بيساوي الاوتبوت. اذا هون صار عندي مثلا، خلينا نقول اذا خلينا نعملها 20 دي بي بير ديكيد، هي ديكيد معناها هي راح احطها ماينس 20 ماينس 40 ماينس 60، وهذا هون عندي ديكيد، فهذا السلوب تبعه 20 دي بي بير ديكيد. شو يعني الديكيد؟ 10 ل 10. الديكيد ايش معناه باللغه؟ لغه عقد، عقد من الزمن هو 10 سنين. بس بشكل علمي ايش معنى الديكيد؟ هل هو زياده 10 ولا ضرب في 10؟ ضرب في 10. عم بضرب انا هون في 10، مش بزيد 10. فالديكيد مش 10 ل 20، 10 ل 100 او 20 الى 200 او 200 الى 2000 وهكذا. فزياده الديكيد هي عباره عن ضرب في 10. فكل ما بزيد 10 عماله بنزل السلوك تبعي 20 دي بي بير ديكيد. شوفوا هاي كيف قديش مختصره، قديش المعلومات اللي اعطتني اياها هاي الرسمه. اللوج السكيل هون ايش؟ لوغاريتمك. السكيل هون لوغاريتمك ليش؟ عشان يكون هذه دي بي، واحنا عارفين انه الدي بي هي عباره عن 20 لوج الاوتبوت فولتج على الانبوت فولتج. طبعا اذا اخذت هون بيك تو بيك بدك تاخذ هون بيك تو بيك. اذا اخذت هون 0 تو بيك بدك تاخذ هون 0 تو بيك، اذا اخذت هون ار ام اس بدك تاخذ هون ار ام اس. المهم انه يكون نفس اليونتس عشان اليونتس يلغوا. ايش اليونتس تبعت الجيم؟ دايمنشنز ما له يونت، لانه انا قسمت فولتج على فولتج، مش هيك؟ فولتج على فولتج واخذت اللوج. اذا هاي فيري كونسايز، بنقول كونسايز يعني شيء مختصر وعماله بيعطيني معلومات كثيره، كميه هائله من المعلومات مختصره. شو بقدر استنتج عن هاي الدائره؟ شو بقدر اقول عن هاي الدائره؟ انها لو باس فلتر. شو معناها بتعمل؟ اذا الفريكونسيز اللي اقل من 10 كي عم بتمررها without attenuation without amplification، عم بتمررها زي ما هي. لما بدينا نوصل هون، لما بدينا نقترب على 10 كي، شو صار عندي؟ بدا يصير في attenuation. لاحظوا الاتنويشن مش متساوي. الايديال فلتر شو بيعمل؟ لو عندي ايديال فلتر شو بيعمل؟ بس هذا مستحيل اني ابني، صعب جدا اني ابني، مضطر اني اقبل باتنيويشن تدريجي. كل ما زادت الفريكونسي عم بيصير في عندي اتنيويشن اكثر. لما وصلت هون عند واحد عند 100 كيلو هرتز الاتنيويشن قديش؟ ماينس 20 دي بي. لما بوصل عند لما بوصل عند 1 ميجا الاتنيويشن ماينس 40 دي بي، او الاتنيويشن 40 دي بي، او الجين ماينس 40 دي بي. ما حكينا شيء لسه هون عن ايش؟ عن الفيز. كمان احد مشاكل الدوائر، اذا الدائره حركت لي الفيز تبع فريكونسي غير عن الفريكونسي تبع فريكونسي ثانيه، هذا مشكله. اوكي ماشي، واضح؟ فاهمين الهاي؟ بس مش راح ادخل فيها الهاي. هذه هون، هذه جزء من البودي بلوت. البودي بلوت مش كامل بس بالجين، ما اعطينا الكل القصه كامله. القصة امتى بتصير كاملة؟ أو المعلومات كاملة عن تو بورت نتورك؟ لازم أعطي الجين والفيز، لأنه ممكن أشوه السيجنال أنا بتغيير الفيز. إذا عملت لي فريكونسيز بطريقة مختلفة بكون شوهت الجين، ماشي واضح؟ فاهمين؟ أوكي نرجع إذا هون. إذا الباندويت، أيديالي إيش إحنا بدنا؟ أي دائرة يكون الباندويت تبعها؟ انفينيتي، مش هيك؟ أيديالي، بس هذا من ناحية واقعية غير ممكن. فالباندويت من ناحية ايديال بدنا اياه يكون انفينيت باندويث. من ناحيه واقعيه الباندويث بتفاوت بحدود من 10 كي ل 200 كي. 200
اوكي ايش الوحدة؟ اظن هذه هيرتز هون. اظنها هيرتز ايش كاتب هذا؟ نعم في سؤال كان؟ نعم تفضل. المفروض حتى لو كان عندي فيز ما يكون بأثر على الفريكونسي. بده يكون اظن لازم يكون لينير مع الفريكونسي. بس اذا صار الفيز ياثر على فريكونسيز مختلفه، قصدك اذا في فيز ما ياثر على الفريكونسي او ما يتغيرش بالفريكونسي، ما بغير على الفريكونسي، لا لا انا ما بقول لك انه هو بيشوه الفريكونسي. لينير نتورك، احنا لما بنعرف لينير نتورك اذا دخلت له 1 كيلو هرتز ايش بطلع؟ 1 كيلو. لو شوهها لو عمل اي شيء فيها ما بصير احط له 1 كيلو هرتز وطلع لي 2 كيلو هرتز، هذا بصفي النتورك ايش اذا طلع لي 2 كيلو هرتز. نون لينير هذا في 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 مشكله معينه. احنا بنقول لينير نتورك اذا دخلت له 1 كيلو هرتز لازم يطلع لي 1 كيلو هرتز. بس المشكله هو ما بشوه الفريكونسي، هو شو بيعمل؟ هو بيميز ما بين الفريكونسيز، ما بيعاملهم بالتساوي بالجين وبالفيز. دكتور نعم. هلا اذا انا بدي الباندويث انفينيتي جين واحد وما بدي اشوه الفيز ولا الفريكونسي، ليه احط السيستم من اول؟ سؤال كويس، جيد. خلينا اوقف الفيديو لاني خلصت هذا الجزء عشان اجاوبك على سؤالك.